بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في تفسير قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، الآيات الثلاث من سورة النساء. وذلك من خلال برنامج من أحكام القرآن الكريم. أما قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، هذا فيه بيان أن الإنسان مسؤول عن كسبه هو، لا عن كسب غيره. والإثم معناه المعصية، عبر عنها بالإثم تنفيرا منها، لأن المعصية جراؤها الإثم. وفي قوله تعالى: فإنما يكسبه على نفسه، حصر في أن ضرر كسب المعاصي يرجع على صاحبها، ولا يؤاخذ فيه الأبرياء. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال جل وعلا في ختام الآية: وكان الله عليما حكيما، عليما بما يصدر من أعمال عباده الظاهرة والباطنة، لا يخفى عليه شيء منها ولا يفوت عليه شيء منها، مهما حاول صاحبه أن يخفيه فإن الله جل وعلا يعلمه وسيحاسبه عليه إن لم يتب إلى الله منه. وفي هذا تنفير من المعاصي، لأن الإنسان بطبيعته يريد لنفسه السلامة، ويريد لها النجاة، ويريد لها الخير، فأعز شيء عليه نفسه، فكيف أنه يورطها في الآثام ويورطها في العقوبات والهلاك وهو يقدر على إنقاذها؟ والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فلا يعذب أهل الطاعة ولا يثيب أهل المعاصي، بل إنه يضع الثواب في موضعه اللائق به وهو فعل الطاعات، ويضع العقاب في موضعه اللائق به وهو فعل المعاصي. فهو سبحانه وتعالى حكيم، ليس في أفعاله عبث، وإنما يفعل عن حكمة. والحكمة من أوصافه سبحانه، والحكيم من أسمائه. ثم قال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما، فثم يرمي به بريئا. إذا كان في الآية الأولى أن هذا إنما يرجع إلى نفسه، فإنه لن ينفعه أن يرمي به الأبرياء ويزكي نفسه منه، فإن ذلك وإن خفي على الناس فإنه لا يخفى على الله.
وفي قوله خطيئة أو إثما، الخطيئة هي الكبيرة من كبائر الذنوب، والإثم هو المعصية التي دون الكبيرة. ثم يرمي به بريئا، أي بالإثم أي بالخطيئة أو بالإثم، يرمي بهذا العمل بريئا منه، لم يصدر عنه، على وجه التخلص والاحتيال، فإن هذا لا ينفعه، والله جل وعلا يعلم ذلك. وقد يفتضح في الدنيا ويبين كذبه، وقد يؤجل إلى الآخرة، وهذا أشد. فالحاصل أن هذا الإثم وهذه الخطيئة لا تتعدى صاحبها، بل هو المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. والأحكام التي في الدنيا تترتب عليها أيضا، ولا تنتقل إلى المرمي بها، فإن انتقلت إلى المرمي بها عن تعمد فإن هذا يكون جريمة أخرى، حيث إنه كسب الخطيئة والإثم، ومن حيث إنه رمى بها الأبرياء، فحصل منه جريمتان: جريمة الكسب الخبيث، وجريمة اتهام الأبرياء وإلصاق الجريمة بهم. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجني جان إلا على نفسه. ولهذا قال جل وعلا في هذا الصنيع: من يرمي البريء بالخطيئة والإثم الذي فعله هو ولم يفعله البريء، فقد احتمل بهتانا، فقد احتمل هذا المجرم بهتانا، وهو الكذب، حيث كذب على الأبرياء. فالبهتان هو الكذب على الغير، وقد كذب على هذا البريء وحمله ما لم يصدر منه، وإثما مبينا. الأمر الثاني أنه يحتمل الإثم، ولا الإثم ما ينتقل إلى البريء، وإنما الإثم لازم له ويرجع عليه، وقد يتضاعف إثمه بسبب كسب الخطيئة والإثم، وبسبب افترائه على الأبرياء. فالأمر في هذا خطير جدا. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.